كثفت وزارة الداخلية خدماتها على الطرق السريعة استعدادا لاحتفالات الأعياد، يأتي ذلك بهدف تحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. كل الاستعدادات موجودة، وكاميرات، وفوق الكوبري تطلع تلاقي ضباط، وفي كل الاتجاهات موجود ضباط. بسم الله ما شاء الله، حاجة ما كناش متوقعين. احنا الاهالي هنا وعايشين هنا ما كناش متوقع ان احنا يبقى طريق بالمنظر ده. طريق صراحة مستوى عالي جدا، طريق ليه بالبلد وليه بالساحل الشمالي صراحة. دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندنا 70-80 كيلو بنمشيهم كلهم 6 حارات، ما فاضلش غير الوصله بتاعت من الضبعه لغايه مطروح ويبقى الطريق عالمي يعني. وتهيب وزاره الداخليه الالتزام بتعليمات الاداره العامه للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظا على ارواح وسلامه المواطنين.